في مسيرة الحياة نواجه جميعا تحديات ومعوقات تتنوع في صعوبتها وتعقيدها. تأتي هذه التحديات في أشكال متعددة، ومع ذلك تكمن القوة الحقيقية للإنسان في قدرته على التحلي بقوة الإرادة والعزيمة لتجاوز هذه المعوقات. اليوم نتحدث عن مستوى آخر من قوة الإرادة والعزيمة يختلف باختلاف حجم المعوقات، ونأخذ هنا على سبيل المثال الرياضيين من ذوي الإعاقة الذين يثبتون يوما بعد الآخر أن الإرادة القوية يمكن أن تكون أقوى بكثير من أي إعاقة جسدية. فرغم العقبات الجسدية يتمكن هؤلاء الرياضيون من تحقيق إنجازات كبيرة في مختلف الألعاب الرياضية، من السباحة إلى كرة السلة والجري وغيرها من الرياضات. في هذا الملف اليوم سنتحدث عن ذوي الإعاقة في العالم العربي وفرص نجاحهم في مجالات مختلفة، وسنبدأ هنا مع قصة محاسن محسن أو محاسن حسن. محاسن هي شابة مصرية وواحدة من البطلات التي استطاعن الفوز بميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية في لعبة رفع الأثقال في الأولمبياد الخاص التي أقيمت في برلين مؤخرا. الصعوبات والتحديات التي واجهتها محاسن لا تتعلق فقط بإعاقتها، ولكن الظروف التي عاشتها منذ الطفولة أيضا لم تكن اعتيادية. خلونا نعيش هذه الرحلة مع محاسن. المنافسة نفسها وإن أنا أجيب أول وحقق حاجة دي لوحدها حاجة كافية، بصراحة حاجة كافية بالنسبة لي. أنا اسمي محاسن كامل عبد الراضي حسن، عندي 24 سنة، مواليد 1998. أنا أول ما بدأت في الألعاب القوة، وبعد كده دخلت وزب، وبعد قبلها كان الجري، وبعدها وزب، وبعد كده اللعبة دي اللي أنا فيها دلوقتي بدأت فيها من 2017 تدريب، وبعد كده دخلت 2018 البطولة. أنا لعيبة رفع أثقال، والبطولة الأخرانية اللي هي برلين، البطولة الصيفية، بطولة العالم برلين الصيفية، جبت فيها اللي هي البنش جبت فيها أول، والدد جبت فيها تاني، ومجموع الأوزان كلها أول. أنا بدأت فيها كتدريب من 2017، وبعد كده من 2018 بدأت إن أنا أدخل بطولات فيها وجبت الأول أهو. محاسن من اللعيبة اللي تميزوا جدا في الرياضة هنا لما اتعمل مسابقات على مستوى الجمهورية. البطولة الأخيرة في برلين هي شاركت في رفعتين، رفع الصدرية والرفع الميتة. في الرفع الصدرية جابت مركز أول، في الرفع الميتة جابت مركز تاني، وفي المجموع الرفعتين جابت مركز أول. مجموع الميداليات بتاعتها 3 ميداليات، 2 ذهب و1 فضة. طبعا ده مجهود كبير جدا يحسب ليها. طبعا قابلها تحديات كتير جدا، يعني ابرزها واكبرها ان هي يعني اتربت في دار ايتام لذوي الاحتياجات الخاصه، وكان طبعا لظروف طبيعه هذا المكان ان هم بيبقوا يعني مهتمين بيهم جدا وواقفين عليهم جدا، ما بيبقاش فيه اهتمام بالخروج والمشاركة في البطولات زي المدارس أو زي النوادي أو زي مراكز الشباب. بس طبعا إصرار محاسن وتميزها ووجود مدرب في المؤسسة ان هو يكتشف ان عند القدرات اللي عندها، فقدر ان هو يجيبها الأولمبياد الخاص ويشارك في بطولات الأولمبياد الخاص وتتميز وتحصل على بطولة الجمهورية وتشارك في الألعاب العالمية. طبعا من الحاجات التحديات بقى اللي هي بعد ما بتخرج بيبقى في بعض المشاكل بتبقى من نظرة المجتمع، ووجود بنت ومن دار ايتام وتتميز بمشاركة رياضة ومسافرة بره مصر
طبعا الحصول على تأشيرة والسفر لألمانيا والكلام ده كله كان فيه صعوبات كتير جدا، بس يعني الحمد لله إلى حد ما قدرنا إن إحنا يعني تحصل على التأشيرة والسفر مثلا قبل السفر بحوالي 4 أيام. إحنا الحمد لله الأولمبياد الخاص بيوفر كل الحاجات مجانية بالنسبة لانتقالاتهم ومشاركتهم والتدريبهم ولبس البعثة، كل الحاجات دي بيتحملها الأولمبياد الخاص، لكن ينقصنا الدعم المعنوي والدعم الإعلامي المصري لظهور الأبطال دول وتغيير نظرة المجتمع ليهم وتسليط الضوء على كل جوانب حياتهم علشان نقدر ان احنا نطلع بطلات وأبطال زي محاسن وزي عبد الهادي اللي كان مشارك معاها في المنتخب. سلوك محاسن اتغير جدا جدا جدا، واعتمادها على نفسها وثقتها في نفسها، وان هي محققة بطولات ومحققة ميداليات واخدة ألقاب وصورت وسافرت بره مصر، فبالتالي كل المجتمع اللي هي المحيطة بيها شاف ولمس ازاي هي بسماتها بتتغير وسلوكياتها بتتغير وطريقة كلامها وتحفيزها لكل اللي حواليها بتتغير لما بتشارك في الرياضة ولما بتحقق اللي هي عايزاه في الرياضة. إذن محسن هي نموذج لتحدي الإعاقة، إلا أنه يواجه ذوي الإعاقة تحديات عديدة في مختلف أنحاء العالم تتعلق بدمجهم في المجتمع والتعرف على احتياجاتهم الفعلية وتوفير المستلزمات الضرورية لتمكينهم من الاندماج والتفاعل والإنتاج. هذه العقبات سهى بطبيعة الحال تحد من الفرص التي يمكنهم الإبداع من خلالها، خاصة وأن أغلب الدول تعامل ذوي الإعاقة كفئة واحدة من دون وضع أي اعتبار لأي قدرات خاصة يتميز بها الشخص من ذوي الإعاقة الحركية والمجالات حتى التي يمكنه الإبداع فيها والتي لا تتعلق أبدا بإعاقته. لهذا من المهم وفق الأمم المتحدة التعرف على احتياجات كل فئة داخل مجتمع ذوي الإعاقة وتسهيل وصولهم لمختلف الخدمات وحصولهم على حقوقهم المدنية والسياسية كاملة. بحسب تعريف الأمم المتحدة فإن الأشخاص من ذوي الإعاقة هم الأشخاص المصابون بخلل طويل الأجل في شكل بدني أو عقلي أو ذهني أو حسي، وتقدر المنظمة الأممية عدد المصابين بشكل من أشكال الإعاقة بما لا يقل عن 446 مليون شخص حول العالم، أي ما يقارب نحو 6% من سكان العالم، وهي نسبة تشمل مختلف أنواع الإعاقات. أما عربيا فتشير الإحصاءات إلى أن 2% فقط من العرب أبلغوا عن إصابتهم بإعاقة، وبشكل عام تعتبر البيانات المتعلقة بالإعاقة منخفضة بشكل ملفت في العالم العربي، ولذلك ترجح الأمم المتحدة أن نسب الإعاقة أعلى بكثير من المصرح عنها، وهذا نظرا ربما لانتشار عوامل الخطر ومسببات الإعاقة التي تشمل الحروب والكوارث والأمراض. إلا أنه باسل تبرز حالات ومبادرات تنصف ذوي الإعاقة وتركز على حجم الإرادة والإنجاز الممكن تحقيقه معهم في حال تم منحهم الاهتمام اللازم، وهو ما يحاول منحه وسام كناريا أستاذ اللغة الإنجليزية الكفيف لذوي الإعاقة في سوريا. أول ما فقدت بصري كان الموضوع كثير صعب علي، يعني انتقلت من مرحلة كنت طفل عندي كل وسائل الترفيه، يعني الطفل المبصر بيقدر يلاقي أي شيء يستمتع فيه، مثلا نقول ألعاب فيديو، ألعاب مع رفقاته بالحارة. طلعت على حياة تانية، الإمكانيات كتير متواضعة بالنسبة للمكفوفين بالنسبة للترفيه، طلعت لحياة كتير منغلقة. أنا تركيزي الأكبر حاليا على الأطفال لأنه عشت الحالة اللي هن عم يعيشوها هلأ من نقص وسائل ترفيهية، من يعني من نقص خلينا نقول كامل بكل شيء. يعني نحن عم نتعامل هنا مع أطفال، يعني إذا كانت آلة كاتبة بالبريل هي عبارة عن حلم لهم مع أنه هذا حقهم، وتتأمن لهم هي الشغلات كلياتها وبشكل مجاني. يعني هي الوسائل الترفيهية يلي للأسف بالنسبة لنا غير متاحة، وإن أتيحت فرح تكون بأسعار كتير باهظة. فيعني كان حلمي والحمد لله رب العالمين حققت شوي منه ولسه عم نحقق كتير منه.
وللمزيد ينضم إلينا الآن استشاري الطب النفسي الدكتور باسم بدر. أهلا بك وصباح الخير عليك في البداية دكتور باسم. لماذا في رأيك دكتور باسم أنه من المهم الاعتراف بذوي الإعاقة كفئة أساسية موجودة في المجتمع تستحق الدعم والتمكين؟ هو نوع من التحضر، تحضر العالم على مختلف حضاراته على مستوى العصور بيقاس مدى تحضر الأمة أو تحضر الناس عموما أو مدى الرقي النفسي لأي أمة بمدى اهتمامها بأصحاب الإعاقة. وإحنا الذاكرة البشرية قريب جدا، يعني حتى لغاية قبل الحرب العالمية الأولى بفترة والحرب العالمية الثانية كان بينظر لأصحاب الإعاقة، وأنا بتكلم من وجهة نظري كطبيب نفسي، من أصحاب الإعاقة العقلية كأشخاص منبوذين وأشخاص غير كاملين وأشخاص يجب التخلص منهم مش التعامل معهم. وكانت حكومات على سبيل المثال بتعتمد هذا الموضوع كسياسة رسمية للدولة. الوضع مختلف تماما حاليا، كل الأمم المتحضرة وعلى رأسها مثلا هنا في بنشوف في الإمارات حتى في الوطن العربي في أجزاء كثيرة منه رغم نقص الموارد في جزء أو جزء معين من الجهات الحكومية أو إدارة حكومية معينة مهتمة بأصحاب الإعاقة. ليه لازم نهتم بيهم؟ لأن نسبتهم مش قليلة. وليه لازم نهتم بيهم؟ لأننا ككل أب وككل أم معرضين بدون سبب أن يكون عنده طفل من أصحاب الإعاقة. ليه لازم نهتم بيهم؟ لأن هم ما لهمش ذنب في الإعاقة اللي هم أصيبوا بها، وكان ممكن أي واحد مننا إحنا حتى أنا وحضراتكم لسبب ما قدري أثناء الولادة أو ما بعد الولادة نتحول إلى أحد أصحاب الإعاقة. فكلنا شخص كان يمكن أن يكون من أصحاب الإعاقة، كلنا شخص ممكن يتعرض يكون عنده ابن أو بنت من أصحاب الإعاقة، فلابد أن نتعامل معهم التعامل الذي يستحقه أصحاب الإعاقة. نعم، يعني دكتور باسم ذكرت كلمة مهمة وهي التعامل مع هذه الفئة كمنبوذين، على الرغم من وجود دول متقدمة تعتبرهم جزء أساسي من المجتمع وهذا ما هو يجب أن يتم التعامل معه. لذلك إلى أي مدى تكمن أهمية تقديم الدعم النفسي لهذه الفئة تحديداً؟ شيء مهم جدا لدمجهم في المجتمع، لان هم فئه من فئات المجتمع، وعلى المدى الطبيعي هم صفر بعيدين بنسميهم في الطب النفسي كانها صفه من الصفات التي بيتصف بها الشخص كالطول والقصر ونسبه الذكاء المختلفه. فهم فئه من فئات المجتمع، لو احنا استبعدناها او احنا تعاملنا معها ولم نعطيها الحق اللازم في الرعايه حسب الاحتياجات الخاصه لها بالنسبة لأصحاب الإعاقة العقلية على سبيل المثال، طرق التعليم المناسبة، الناس اللي عندها أمراض زي الديسلكسيا أو الناس اللي عندها قدر أقل من مستوى الذكاء، لابد من إعطاء الرعاية اللازمة عشان يبقوا أفراد منتجة في المجتمع. وكتير منهم بيعمل نقلات غير طبيعية في المجتمع، يعني في أمثلة لمعاقين في الوطن العربي وفي العالم عملوا تغيير على مستوى العالم، كان ربنا معطيهم المنحة العقلية الأفضل من الأصحاء. يمكن دكتور باسم من المعروف أنه الدعم النفسي الخاص بهذه الفئة ربما لا يقتصر فقط على الشخص نفسه الشخص المصاب بالإعاقة، ولكن أيضا يشمل المجتمع المحيط به لتقديم الدعم له. يعني لماذا في البداية وكيف يكون هذا الدعم النفسي المقدم لمن يحيطون بهذا الشخص؟ هو مهم جدا، لأن اللي بيحيط بالصاحب الإعاقة وخاصة الأم والأب بيمر بمراحل من مراحل الصدمة، يعني اللي بيجي له طفل معاق سواء معاق بالتوحد أو معاق بالنقص العقلي أو الإعاقة العقلية المختلفة بيجي له صدمة الأول، أنا ليه حصل لي كده، وبعدين بيجي له إنكار لا ده مش حقيقي وبيفضل يلف على الأطباء، وبعدين بيجي له رفض وغضب على نفسه وعليه، فمحتاج نفسه رعاية نفسية ورعاية سيكولوجية مهمة، وبعضهم بيحتاج بعض الأدوية عشان يتعامل مع الموقف. فالتعامل مع المعقد يكون مفتاحه هو التعامل مع الكير جيفر أو الشخص اللي بيتعامل مع المعاق عشان يوصل إلى تعامل صحي ونفسي سليم مع المعاق. نعم، يعني هذه بعض التحديات التي لربما قد يواجهها ذوي الإعاقة وأهاليهم أيضا، لذلك كيف من الممكن لذوي الإعاقة تحديدا معرفة نقاط قوتهم والتركيز عليها كمحاولة لتطويرها؟
سؤال رائع، ان احنا بنشوف ايه امكانياته الحقيقيه. هي المشكله في التعامل مع ذوي الاعاقه طريقتين من التعامل، يا اما النبذ والتجاهل كانه شخص غير موجود على الاطلاق، او اغداق الحنان بطريقه مفرطه، او المحبه او التعامل معهم كان هم كائن يعني لابد ان نتعاطف معاه الى الابد بدون دراسه حق حالته بصوره حقيقيه. دلوقتي التوجه النفسي ليس التعاطف الشديد وليس الانكار، التوجه النفسي هو تقديم الدعم، تقديم الدعم في صورة ان احنا نفهمه كويس، نعرف الشخص المعاق ده بالظبط ايه امكانياته، ايه نقط الضعف عنده، ايه هي نوعية الاعاقة، وكيف تسبب الاعاقة نقط ضعف معينة، كأننا بنعمل دراسة حالة. وده موجود في كتير من الهيئات وكتير من المجتمعات الطبية والاجتماعية. وبعد ما نعمل دراسة حالة للمعاق بتكون التصرف الأمثل ان احنا نديله الحاجات اللي تقومه، زي ما يكون عنده طفل سليم. انا عارف مستوى ذكائه في الدراسة مثلا، لا ده مستوى ذكائه الرياضي اكثر، ده مستوى ذكائه البدني والعضوي. صحيح، المشكله ان احنا بنتعامل في بعض الاحيان دكتور باسم مع الاعاقه او مع المعاقين كفئه واحده، يعني معاق تشمل الجميع بدون اي تفرقه بين ذوي الاعاقات المختلفه. بالتاكيد فدراسة الحالة زي ما حضرتك قلت مهمة جدا، مهم جدا ان احنا نعرف ايه الاعاقة المعينة اللي عنده، وايه التالنت اللي ربنا سبحانه وتعالى اصطفاه بيه. فبتلاقي كتير من المعاقين مثلا اللي عندهم مشكلة زي الاوتيزم عندهم تالنت في الحسابات والموضوع ده، الرياضة لهم، بعض الناس عندهم قدرات رياضية خاصة، بعض الناس عندهم قدرات عقلية وذكاء خاص، بعضهم بيطلعوا كتاب ومفكرين وفلاسفة، ولو ما بيبقوا فاقد البصر مثلا لأنه عنده التخيل والإبداع أعلى. فبنختار حسب مشكلة كل شخص وبندعمه بهذه الطريقة. أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا هذا الصباح، استشاري الطب النفسي الدكتور باسم بدر، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا نبقى في ملفنا وننتقل إلى موريتانيا، حيث تعمل الجهات المعنية إلى إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال توفير فرص عمل ملائمة لهم، ومنهم السيد أحمد سالم الذي يعمل في المكاتب العامة كأي موظف عادي. يرى أحمد ما حققه في مساره المهني حافلاً رغم الإعاقة التي يقول بأنه لم يسمح لها يوماً بأن تكون عائقاً أمام طموحه في الحياة. تحديت الإعاقة وعد شخص نشط، عندي ملي أسرتي ملي، تحديت ملي الإعاقة بعني ملي رب أسرة وعني عائل عليها وموظف، ونطلع باكراً، والإعاقة بالنسبة لي ما هي قاع خالقة الإعاقة، إعاقة حد عقله ناقص ولا شيء، لكي هي الإعاقة. جمعيات عديدة نشطت خلال السنوات الأخيرة في موريتانيا لتذليل الصعاب التي يواجهها ذوي الإعاقة داخل المجتمع، وحث الجهات الحكومية المعنية على إصلاحات تساهم في تحسين أوضاعهم. رؤيتنا عن نحو مرحلة ما فيه ضرورة لا تعود فيه جمعية لمؤازرة الأشخاص المعاقين، يعود الشخص المعاق ينظر له النظرة دي، ينظر للناس الأخرى كاملة، ويعتبر حقوقه بصفة تلقائية، ويساهم في الحياة بصفة تلقائية، ويعود الولوج متاح له، ويعود التعليم متاح له، والتوظيف متاح له، هذا وبالتالي ما هناك ضرورة للإعاقة. إجراءات كثيرة تتحدث عنها الحكومة الموريتانية ساهمت في تحسين واقع المعاقين في البلاد لمواجهة نظرة المجتمع من خلال دمجهم وتأمينهم ودعمهم اقتصادياً. إذا هاي الامتيازات تفعيل بطاقة شخص معاق، إذا هاي بهاي البطاقة يتم الحصول على الحقوق، والحمد لله وصلنا لآلاف من البطاقات انسحبوا. كذلك هم برامج أخرى، برامج دمج اقتصادي في إطار تعهداتي، برنامج تم دمج أكثر من 2000 شخص معاق من ضمن مقدر من الشباب، استفادوا من قروض ميسرة. وصادقت موريتانيا عام 2012 على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما صادقت من قبل عام 2006 على قانون يتعلق بترقية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، علاوة على مصادقتها في المدونة الانتخابية الأخيرة على تمثيلهم بمقعدين على الأقل في البرلمان. إصلاحات اجتماعية واقتصادية حظي بها آلاف الأشخاص من ذوي الإعاقة في موريتانيا، على أمل أن تعزز بخطوات أخرى تسمح بتعميمها على كل المشمولين في هذه الفئة. طيب الغوث، الحرة، نواكشوت. يعني قصص التحدي والإرادة أكثر بكثير مما نتخيل، وهذه ربما عينة بسيطة من هذه القصص.
أما بطلة القصة التي سنتعرف عليها الآن فمرت برحلة مليئة بالتحديات وطريق لم يكن على الإطلاق مزينا بالورود، ولكن وعلى الرغم من عدم قدرتها على رؤية الضوء في نهاية النفق إلا أنها كانت تؤمن بوجوده، فاستطاعت بهذا الإيمان أن تتخطى معظم المعوقات لتنجح في الحصول على درجة الدكتوراه في القانون وأن تصبح إحدى أهم النشطاء في مجال الدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة والعمل على تأمين مستقبل واندماج أفضل لهم في مجتمعاتهم. معنا الآن من عمان الدكتورة تقى المجالي. أهلا بك وصباح الخير عليك دكتورة تقى. يعني بداية احكي لنا أكثر عن تجربتك الشخصية، كيف كانت هذه التحديات التي واجهت فتاة كفيفة سواء في المجتمع أو في المدرسة أو في أي مكان؟ صباح الورد لك ولجميع مشاهدي مستمعي الحرة، صباح السعادة والتفاؤل للجميع، أشكركم على هذه المقابلة. صراحة تجربتي الشخصية تنطلق من فكرة أساسية وهي أن الإعاقة هي الحواجز البيئية والسلوكية والقانونية التي تصنع والتي يتم الحديث عنها بشكل عام وتتضافر مع الخلل الموجود في جسد الإنسان لتشكل الإعاقة، فإذا تمت إزالة هذه الحواجز تنتفي الإعاقة. تجربتي الشخصية في الحقيقة كانت تستند إلى عامل أساسي وهو الدعم الكبير من الأسرة، حيث أنا يعني بأمن بشكل أساسي أن الأسرة هي الأساس. أنا من ضمن أسرة فيها ثلاث أشخاص من ذوي الإعاقة، أنا طبعاً كنت يعني أصغر شخص في العائلة، فكان في تجارب سابقة من شخصين قبلي من ذوي الإعاقة. لما كنت صغيرة ما كنت أشعر أنه أنا من الأشخاص ذوي الإعاقة، لأنه أهلي كانوا دائماً يزرعوا فينا فكرة التنوع وتقبل الآخر وضرورة تقبل الآخر. التحديات كبيرة جداً طبعاً، يعني يمكن ساعات طويلة لا تسعنا للحديث عنها، ولكن هي تبدأ من لحظة اندماجك في المدارس التي هي ليست أصلاً مصممة وليست مهيئة للأشخاص ذوي الإعاقة. أنا لم أدرس في مدرسة يعني مهيئة للأشخاص ذوي الإعاقة أو خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وإنما درست في مدارس الدمج، وهذا يعني شكل لي العديد من التحديات من تقبل المجتمع، تقبل الأطفال للتنوع وللإختلاف، مروراً بالمناهج كيف يتم إيصال المناهج لي، وليس لا يتوقف هذا الأمر عند المجتمع ونظرة المجتمع لهذا الشخص أنه لماذا أنت هنا مثلا، لماذا أنت موجود في هذا المكان، لماذا لا تكون في مكان خاص لأشخاص ذوي الإعاقة. لكن حاولنا معا تذليل الصعوبات، كان هناك الكثير من الداعمين لي سواء في المجتمع أو في أسرتي، وعززوا داخلي نظرة أساسية وهي أن الإعاقة هي تنوع في هذا الكون، كون يوجد فيه قصير طويل أسود أبيض، وهكذا يوجد فيه شخص ذوي إعاقة وشخص من غير ذوي إعاقة. نعم، يعني حدثتينا باختصار عن تجربتك الشخصية، خلينا نتحدث عن جانب مهم، ما الشغف الذي ظهر في حياة تقى أولا، القانون وبالتالي الدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة أم الدفاع عن حقوق هذه الفئة وبالتالي دراسة القانون التي تدعمها؟ في الحقيقة أنا يعني منذ بدء المدرسة لم أواجه تمييز واضح، لكن عندما كنت في الصف العاشر قدمت لإحدى المشاريع المتعلقة بالإساءة للطفل، ويعني كنت صراحة من ضمن الأشخاص المميزين في هذا المشروع وكنت أتقن الإنجليزية بطلاقة. عندما قدمت حتى أسافر للولايات المتحدة يعني لتقديم هذا المشروع، كان من ضمن يعني الأمور اللي نقوم فيها بالمشروع أنه نقدمه في الولايات المتحدة، تم استبعادي، وأيامها يعني مديرة التربية قالت لي كيف ممكن تتحمل 14 ساعة سفر في الطائرة. فأنا كنت أقول إنه شو علاقة السفر بالإعاقة البصرية، يعني كان هذا الجواب غريبا جدا. من هنا يعني يمكن يومها أنزلت دمعتين من عيني، ولكن هاتين الدمعتين هما اللتان صنعتاني في الحقيقة، وهذه الدموع جعلتني أفكر أنني لا أريد أن يعيش أي أحد هذه التجربة، وبالتالي إنه قررت أدرس الحقوق وأن أواجه التمييز بكل أشكاله حقيقة، ليس فقط التمييز على أساس الإعاقة. طب ما الذي تأملين فيه اليوم من تغير في مجتمعنا؟ ما هي الخطوة التالية في دعم فئة المعاقين في مجتمعاتنا بشكل عام في رأيك؟
نعم، يعني برأيي الخطوة الأولى هي التوعية ثم التوعية ثم التوعية، ومحاولة كسر الصور النمطية. يعني مثلا بعض الأشخاص ينظرون إلينا كأشخاص سائقي القوة أو أشخاص سائقي التميز، والبعض ينظر إلينا إننا أشخاص ضعفاء. أقول دائما أننا أشخاص طبيعيون، ممكن يكون فينا أشخاص متفوقين، ممكن لا، ممكن أشخاص عندهم همة عالية، ممكن لا، نحن أشخاص طبيعيين. فمن هنا تبدأ فكرة أنه أنا إنسان عندي أهلية، فيجب التعامل معي بهذه الطريقة وبكل احترام لكرامة الإنسانية. أيضا أنا يعني أقول للأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم أن لا يعززوا الصورة النمطية، يعني ضمن سلوكاتهم الشخصية ضمن حياتهم، أن هم كمان ما يساهموا بتعزيز هذا التنمية اللي بتواجهه الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام. التنمية سيئته أنه هو ليس فقط ممارسة، وإنما هو ينعكس كسلوك تمييزي في العمل والتعليم والصحة وغيرها من مناحي الحياة بشكل عام. يعني في النهاية يعني لك كل التحية، وأشكرك شكرا جزيلا طبعا على وجودك معنا في البرنامج. المحامية والناشطة في مجال الدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة الدكتورة تقى المجالي، شكرا جزيلا لك.